السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة عندنا كل جديد. طبعا أنا بصراحة بدور لكم باستمرار على الأنجح والأحسن والأصلح والأسرع في تربية السمان، وطبعا علشان خاطر في الآخر ناخد نتيجة تبقى كويسة ومرضية. طبعا النهاردة بالصدفة أنا كان في واحد صاحبي بيع يعني بيبيع علف وحاجات من دي يعني، فانا بصراحه كنت من زمان قوي ما رحتلوش، فانا كنت بروح رايح للراجل اللي انا اجيب من عنده لقيته قافل بظروفه. طبعا عشان الكلام ده يعني سبحان الله ربنا يبعتني للراجل ده تاني. فالمهم رحت له لو سمحت انا عايز العلف الفلاني كذا كذا الحاجات اللي انا عايزها. فالمهم بالصدفه كده بيقول لي انت عايز العلف الايه؟ قلت له والله انا عندي سمان وبربيه يعني ايه في البيت وكده. قال لي طب وانت اخد العلف ده ليه؟ طبعا اللي هو الهيرمان يا جماعه. فقال لي ازاي يا فكره الكلام دلوقتي، طبعا المفروض الكلام دواني يعني بالنسبه لتربيه السمان ما ينفعش خالص. قلت له ازاي يا عمي، انا بربيه وبيوصل معايا ل 350 جرام في خلال 40 او 45 يوم. قال لي انا عندي بيحقق في 30 يوم الوزن اللي انت بتتكلم عنه ده. فطبعا بصراحة لما يعني ينجز معايا او يعمل معايا طفرة الوزن دي في 30 يوم يبقى انا احط كل الافكار بتاعتي في جنب واسمع للراجل ده. طيب الفكرة هي عبارة عن ايه بقى؟ قلت له طب انا اشوف اعتبرني انا جاي لك كده وانت بقى ايه نظم لي الدنيا. قال لي حاضر. قال لي احنا العلف اللي هو الهرمان فيه كمية سموم عالية جدا، وطبعا بيقول لي السمان مش بيحتاج او بيبقى صعب عليه التفاعل او التعامل مع السموم دي. وفعلا دي يا جماعة حاجة بقى من تجربة انا، طبعا زي ما انتم بتشوفون الناس اللي متابعاني دايما باستمرار بدي مضاد سموم. طبعا ليه؟ لان طبعا وانت ايه اللي عرفك ان انت عندك سموم؟ انا هوريكم الوقت اهو. انا معلش اعزكم الله هي مقرفه شويه بس لازم الناس اللي متابعاني تشوف الموضوع يعني عشان يبقى ايه على عين. هنبص كده يا جماعه هنا اهو، شايفين النقطه اللي شبه الشوكولاته دي؟ شايفين الحاجات التانيه دي؟ طبعا دي فضلات السمان يا جماعه. دي الفضلات دي معناها ان انا عندي سموم، في توكسين يا جماعه في الاكل. لازم ندي مضاد سموم باستمرار لغايه لما الحاجه تطرد. طبعا هي حاجه فرديه تعتبر، لان انا عندي يعتبر اهو طبعا ومعين شويه اكل اهو عندي زي ما انتم شايفين يعني يكاد. طبعا دي يا جماعه اللي هي الفضلات المفروض تبقى المظبوطه بتاعتي، تلاقي ده جنبها كده ابيض والجنب التاني ايه بقيه الفضلات دي. طبعا اللي هي ايه الكالسيوم، لان طبعا انا حاطط لهم كالسيوم عندي في الاكل، فبيبقى نفس شكل المنظر ده يا جماعه وايه وتكون جافه. ما تكونش شوكولاته زي المنظر ده باللون الشوكولاته ده او لون الكبده. طيب قلت له طيب يا ابن الحلال اعمل ايه؟ قال لي شوف انا هدي لك خلطه والله ديتي سر من اسرار المهنه بتاعتنا، بس عشان خاطر ابو حمزه انا ايه يعني هفرط وهقول لك على اللي فيها. قلت له طيب تحت امرك يلا بينا. فالموضوع يا جماعه باختصار ده يا جماعه عبارة عن الخميرة. دي الخميرة اللي مدوخة الناس كلها، دي الخميرة اللي الناس بيقعدوا طبعا بافتكاساتهم. بصراحة انا والله بخش على فيديوهات اتفرج كده على يعني ايه، بعتبر نفسي ان انا مثلا ايه من المتفرجين او المشاهدين على اليوتيوب، وبدأت ان انا اقعد اخش اتفرج على الناس اللي هي بتاعت السمان. قلت جايز يعني ايه اخد منهم خبرة او اعرف حاجة مثلا ما اعرفهاش. افاجئ ليه ايه؟ تعالوا اما اقول لكم على الفكرة العظيمة اللي بتكبر السمان وفي خلال 25 يوم وافلام والخميرة. اخش بقى يا جماعة الخميرة، خميرة ايه الاقيهم بيجيبهم خميرة بتاعت الطبيخ بتاعتنا بتاعت الخبيز ويقول لك دي الخميرة. طبعا يا جماعة الخير ده كلام غير يعني دقيق خالص، وانا للاسف انا عمري ما عملت التجربه دي او عملتها بصراحه بيني وبين نفسي كده بدون ما ان انا مثلا ايه اعرضها على الناس وقلت اشوف فيها ايه. بصراحه ما فيش في اي نتيجه ولا خدت منها غير بس وجع الدماغ واقعد احط وعك ولك وخلاص على كده، واقعد كل شويه اغسل في السقايات علشان خاطر العك اللي انا عكيته.
طبعا يا جماعه الخير، الخميره دي يا جماعه زي ما بيقولوا السحر، ده السحر اللي بيقولوا عليه. الراجل بيقول لي والله العظيم جوع السمان بتاعك واكله من دلوقتي، يعني هيكون بصراحه بمثابه السحر، في خلال 25 يوم هيوصل معاك ل 300 و 350 جرام. انا بصراحه صعقت من الكلام بتاعه. وانا طبعا انا فكيت الخميره بتاعتنا اهي عشان برضو الناس تشوفها عشان تصدق ان دي يا جماعه الخميره بتاعتنا اهي، دي خميره حيوانيه يا جماعه يعني للايه، للدواجن ماشي، او للانتاج الحيواني، ملهاش دعوه بالخميره بتاعتنا خالص ولا لها اي دعوه. تمام كده؟ طيب الخميره دي بتتاخد ازاي بقى يا جماعه؟ بقول لحضرتك ان الشيكاره ديتي طبعا الكيس ده يا جماعه فيه تقريبا وزنه كيلو. الكيلو ده يا جماعه فيه، خلي بالكم بقى شوفهم عشان تعرفوا بقى الميزه بتاعته، ده يا جماعه بروتين 40%، متخيلين؟ ده بروتين 40% يا جماعه الخير. طبعا ده الكلام اللي انا كنت بدور عليه، بس بصراحه انا ما كنتش عارف اوصل لل 40 في ال 5 ل 8. طبعا احنا عارفين ان السمان المفروض بياخد علف 28%، بس انا ما كنتش بصراحه عارف ان انا اظبطها له ازاي، لدرجه ان انا كنت بقول المره دي هعمل تركيبه من عندي كده يعني القناه فكره، بس لما لقيت الموضوع دوتي خلاص وفر لي الموضوع وبكل بساطه وبكل سهوله. طبعا ده نوع من انواع الاملاح المعدنيه يا جماعه، فيه يعني كميه زنك روعه جدا، ده يا جماعه بخصوص او مهم جدا للقشره بتاعه البيض اللي هي الناس اللي بتشتكي من البيض البرشت. والازازه دي يا جماعه بخمسة جنيه، مش غاليه يعني. طبعا وقال لي بقى على العلف اللي هو المفروض ان انا اجيبه، العلف بتاع يا جماعه الهيرمان ده، قصدي النيل، شركه النيل، بيقول لي دلوقتي المخصص لتربيه السمان. ليه بقى؟ لان بقول لحضراتكم ان العلف دلوقتي عباره عن يعني التوكسين بتاعه او السموم بتاعته قليله جدا، وبيخلي السمانه ما تشربش كتير ولكن تاكل كتير. بيقول لي عكس الهيرمان بالظبط، ان هو بيعمل ايه، ان هو بيخلي السمانه فعلا. وانا يا جماعه بصراحه والله انا بملي كل يومين او كل 3 ايام جيركن 8 لتر على السمان اللي عندي ده. انا بصراحه ببقى مستعجب هو بيشرب كميه الميه الكبيره دي ازاي، بس خلاص طالما بيشرب انا هعمل له ايه، ما اعرفش بقى. فاحنا طبعا ان شاء الله دي تجربه يا جماعه الخير، لو نجحت بصراحه هيبقى كرسي في الكلوب، وهتبقى بصراحه طفره كبيره جدا للمربيين والمتابعين معايا، وان شاء الله يا رب يكون خير. طيب الناس هتقول لي احنا هنعمل ازاي؟ طبعا هو الراجل قال لي الكيس ده يا جماعه اللي هو الكيلو دون بيتحط على 25 كيلو علف، تمام، وبتلخبط في بعضه، تمام، وبعد ما بتلخبط في بعضه بيقوم ايه حضرتك بقى بتروح سايبه وتاخد منه، تبدا تاخد منه بقى. بقول لي انت وتقفل الشكاره وتكتمها، بقول لي بتفتح الشكاره تلاقي الشكاره بتحس ان هي بتدخن كده. طبعا طبعا زي ما هو بيقول. وانا بقى لسه ان شاء الله انا متفق معاها هيجيب لي علف نامي، لا بادي 25%، هيجيب لي 10 كيلو، وبرده هعمل عليهم تيست كده على السمان. انا عندي ان شاء الله سمان طالع جديد، ان شاء الله هعمل عليه التجربه دوني، والله المستعان، ويا رب فعلا يكون ايه، يكون وصلنا للفكره اللي الناس بتوع المزارع مخبيينها عننا ومخبيينها عن الناس كده، يبقى احنا عرفناها ان شاء الله. والناس اللي تتابعني بقى عشان خاطر الايام اللي جايه دي هيبقى ان شاء الله فيها فيديوهات ضرب نار، والله المستعان. لسه بقى بس حاجه واحده بس هنشوفها، ازاي ان احنا نخلط العلف. طبعا انا جايب شكاره العلف يا جماعه، تمام، 21%، واحنا طبعا لما نحط عليها ايه، حطيت عليها كوبايه كبيره من العلف، بس انا طبعا ايه هلخبطها لسه. طبعا انا هوريكم برده ايه العلف، العلفه اللي هي بتاعتها فعلا يا جماعه علفه، يا بنت انتوا شايفين اهي، علفه تعتبر نعمه حلوه على قد بق السمان، يبدا ياكلها من سن 15 يوم او من 10 ايام ممكن ان هو يقدر ان هو ياكلها. فالله المستعان، يا رب ييسر لنا الامر وايه، وتكون فتحه خير ان شاء الله للناس، علشان خاطر يبقى احنا برضو قصرنا مده العلاجات وقصرنا مده الاكل. وبصراحه هتبقى معانا طفره، يعني مثلا لحتى السمان وصل معانا الوزن
350 جرام في خلال حتى 30 يوم او 35 يوم يا جماعة، بصراحة تبقى طفرة كبيرة جدا. فالله المستعان. لان بصراحة انا لما بروح اشتري سمان، اجيب مثلا اكون عايز اجيب ذكور ولا حاجة، انا بستعجب على السمان اللي عند الناس بيبقى حجمه ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني حتى عظم رجليه بيبقى يعني معدي، مع ان انا بعمل نفس الحكايه. بس طبعا هم ليهم، بقول لحضراتكم زي ما قلت لحضراتكم، لكل شغله سر يا جماعه، فكل واحد بيبقى محتفظ بسره علشان ايه؟ هو اللي يبقى يملك السوق. فربنا ييسر الامر ونشوف ان شاء الله في الايام اللي جايه الاحوال بتاعتنا. طبعا انا هقلب ان شاء الله العافيه النهارده وهبدا اكل منه السمان بتاعي ده. طبعا لان يا جماعه خلي بالكم السمان ده عدى 35 يوم ولغايه النهارده لسه ما بطش. دي بصراحه حاجه يعني مستغرب ليه، يعني حتى تأخر النضج الجنسي بتاعهم الذكور كانوا بيبدأوا يذكروا من سن 25 يوم، النهارده 35 بدأوا يذكروا مثلا من سن 32 يوم ولا حاجه. يعني زي ما انتم شايفين اهو، ده المفروض شباب، يعني المفروض ما بقاش عارف اقعد من كتر ما هم بيذكروا، ولا حد بينطق منهم فوق وتحت، يعني من ساعه ما شغلت الفيديو والله ما واحد منهم اتكلم. فالله المستعان. وكده يا جماعة الخير وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. حبكم في الله.